السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخانا؟ الحمد لله، تفضل. عندي مسألة سيدنا بالنسبة لفتوى كنت سمعت للشيخ ابن عثيمين، اللي هي بالنسبة مثلا لو أنا فايتاني صلاة المغرب وحضرت صلاة العشاء ودخلت المسجد فأقمت الصلاة مباشرة، فصليت معهم صلاة العشاء، فجيت في الصلاة في صلاة العشاء وأنا بصلي معهم، فالركعة الثالثة جلست وسلمت وقمت لحقت معهم الركعة الرابعة بنية إن أنا إيه ألحق كده صلاة المغرب وصليت العشاء. كنت سمعت الفتوى دي وطبقتها، بس عملت معايا إيه يعني بعض خلافات مع بعض الناس. كل اللي ليس عليها العلماء، ليس عليها العلماء، يعني هي تجوز ولا الأفضل عدم فعل هذه الفتوى يا شيخ؟ أنا بقول لك ليس عليها عمل العلماء، إنما العلماء في هذا الباب على وجهين. الوجه الأول أن تصلي معهم العشاء وبعدها تقضي المغرب الذي فاتك وتعافى من الترتيب حينئذ، لأنك لا تملك أمر نفسك. الاتجاه الثاني أن تصلي العشاء وتكون لك نافلة ثم تصلي المغرب ثم تصلي العشاء. والاتجاه الأول أحب وأسد والله أعلم. فهمت؟ أيوة فهمت يا سيدنا، ربنا يبارك الله يكرمك.